Recording in تحياتي، معكم كابتن رامي أبو عيدة، موظف سابق في بنك دبي الإسلامي، سيرتيفايد نتورك ماركتنج من دايركت سيلينج أسوسيشن من دبي، جمعية البيع المباشر، دايموند مانجر مع شركة إدمارك العالمية، خريج محاضر من برنامج STP لإعداد المحاضرين مع شركة إدمارك العالمية، مدرب ومحفز ومدرب وحكم تايكواندو سابق. يعطيكم العافية، تحياتي لكم. اليوم احنا رح نتكلم في محاور اللقاء الليلي عن تحديات الأسر العربية. رح نتكلم عن التجارة، ما هي التجارة، رح نتكلم أيضا عن اللي هي ما هي صناعة البيع المباشر، تمام، فوائد البيع المباشر، ليش الناس بيفشلوا في التجارة، ليش الناس تفشل في البيع المباشر، الموظفين، احنا معظمنا برنامجنا ان نكون موظفين، شو بده الموظف، تمام. راح نتكلم عن نماذج ناجحه وايضا عن صور وتعليق، يعني كهيك كفوضى على راي احد المحاضرين، بقول لك احسن محاضرات تكون فوضى فيها كثير معلومات هيك، يعني مش بالطريقه الرتيبه اللي احنا متعودين عليها جميعا، تمام. فعلى بركه الله، فلو قلنا حلم، كل واحد فينا عنده حلم، صح؟ كل واحد بدور على الحلم. شو حلم كل واحد فينا خاصة في ظل الأوقات الحالية؟ اكتبوا لي الشات، خلينا نستخدم الشات، تمام؟ اكتبوا لي نشوف طبعا مع بعض. احنا بالنسبة للأسئلة بنخليها لآخر المحاضرة إن شاء الله، فبس حابب هيك نتفاعل مع بعض. لو نكتب نو ساوند كراون، وين راح شوي نضبط الساوند، ليش ما في صوت؟ شباب سامعيني؟ لو سمعيني خبروني. واضح واضح الصوت واضح؟ اي نعم واضح وصهيب. تمام. فكل واحد عنده حلم كبير، زي حلم الطفل هذا في صحن الكنافة، صح؟ تمام؟ صحن الكنافة هذا يعتبر عند بعض الناس حلم صعب المنال، مع انه عند كثير ناس عباره عن رفاهيه، بس عند كثير ناس في الوقت الحالي الحلم هذا صعب المنال، صح ولا لا؟ كثير صعب المنال، كثير ناس ما بتحلم في الحلم، بتحلم في حاجات ثانيه، احلام الناس، احلام كثير ملايين من الناس في الوقت الحالي اللي بيشوف الاخبار بيعرف شو احلام الناس. استقرار، خيمه تلمهم، بيت، سقف، منزل، مي نظيفة، لقمة خبز. كثير ناس بطلت تحلم برفاهيات، ضروريات مش محصلينها. هذا حلم كبير في الوقت الحالي عند كثير ناس، انه يرجع لها بيتها اللي انهدم في الزلزال او في خلال الحروب. الله يعين الناس. عشان هيك كثير الأحلام مش عم تتحقق، لأنه من أكبر أسباب المرض في العالم محفظة خالية. وعشان هيك إذا إحنا في خلال المحاضرة هذه بدنا نقلل من عدد الناس الذي يعانون، نعطيهم فرصة لاكتساب معيش بأمان بشكل صحيح، أمان بشكل صحيح. والمحاضرة راح تكون على الموضوع هذا، كيف نوفر هذه الموضوع، يعني الفرصة لاكتساب معيشة بأمان بشكل صحيح. تحديات الأسر العربية في الوقت الحالي، يعني خلينا نقول مثلا كأب عنده كثير تحديات، كمدارس، كعيد، طبعا العيد كبش العيد يعني يربز له اللي هي النفقات الحياة بتكون في المناسبات داخلين على رمضان، علينا وعليكم بالخير. كثير ناس مديونين للبنوك، الدولة كمان برضو أحيانا ما بتقدر توفر كل شيء محتاجين، وأحيانا بتكون في ضرائب، بتكون في كثير أمور أو احتياجات غير متوفرة حقيقة. فبيكون الأب الله يعينه أو رب الأسرة بشكل عام الأسرة، بس رب الأسرة اللي هو الملزم
بالنفقات هذه، بيكون فعلا الوضع جدا 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 حرج. وكلنا دخلنا، وانا في مرحله من المراحل انا كنت ماشي على الحبل هذا بالضبط نفس الشكل هذا بلا استثناء قبل فتره، والحمد لله رب العالمين على الستره. تمام. والخوف، في كثير ناس في الوقت الحالي خايف، وهذا خوف مشروع عند البني ادم، نخاف من الحيوانات، نخاف من كورونا، صح؟ العالم كلياته انقلب حاله من كورونا، نخاف من العناكه، بنخاف من الخشب، بنخاف من الظلام، بنخاف من الفشل، بنخاف من السياسه. الحلوين المحترمين في الزاويه في جنوب الصوره هاي، تمام، زاويه الصوره، الارباب السياسي اللي مش عارفين يعني يتفقوا على حل، دمر العالم كله ولسه تبعات مستمره. طب الخوف هذا خوف مشروع، صح؟ كنا بنخاف من السياسه، تمام، لانه الخوف هذا بيؤدي لانه كثير ناس مش قادر توفي احتياجاتها في الوقت الحالي. هاي احتياجات الناس عن اساسيات، طبعا الضروريات اللي هي المسكن والمأكل والمشرب اساسيات، التعليم، المواصلات، التنقل، هاي اساسيات. رفاهيات، بحتاج موبايل، بحتاج موبايل حديث. كماليات، والله بدي البس اشي حلو، بدي اقعد في بدي اجيب هديه، بدي اعمل شغل، اطلع لسفره. بدي رغبات، والله بدي اتغدى اليوم في المكان الفلاني، بدي اشرب فنجان القهوه في ستاربكس، لا في اللي سمعت عن مكان مطعم فلاني بدي اروح اقعد فيه. مضرات، مثلا خراب سياره، تصليح اسنان، تمام، ولد مرض لا سمح الله، هاي بسموها مضرات. واحنا قلنا محفظة خالية اكبر بسبب المرض، محفظة خالية. لو محفظتي خالية كيف تعالج ولادي؟ كيف تصلح اسناني؟ تمام، كيف تصلح سيارتي؟ على كل حال اليوم انا صلحت سيارتي، كان برضو خرباني. فلو الواحد معوش، صح، فهي احتياجات الناس في الوقت الحالي. وبالتالي الحلم المطلق عند اغلب الناس اللي هم بيحلموا الحلم يكون عندهم حرية مالية، يكون عندهم فلوس، يكون عندهم وقت، لانه احنا اغلب الناس، تمام، بيكون عنده، الواحد بيكون صغير شو بيكون عنده؟ بيكون عنده الصحة وعنده الوقت، بس ما عندهش فلوس لانه صغير لساته. ولما بيكبر شوي بيبدأ بيدخل معترك الحياة، بيكون عنده الصحة والمال بس ما عندهش وقت، بيضلوا طاري عشان يجيب الفلوس، بس هذا المزيد من المال. ولما يكبر، تمام، ويختير ويتقاعد، بيكون عنده المال وعنده الوقت بس ما عنده الصحة، فبنفق كل اللي جمعه عشان يسترد صحته أو يحافظ على ما تبقى من صحة، للأسف الشديد. بس هل في طريقة احنا ممكن فعلا في عمر قليل ممكن نحاول يعني نحصل على الحرية المالية هذه، تمام، بدل ما ختير؟ لا، وانا صغير ممكن، ممكن، تمام. طب شو بيمنع الناس يحصلوا على الحريه الماليه؟ لانه احنا تبرمجنا على انه نتعود الوقت مقابل المال، ندرس عشان ناخذ وظيفه ونستبدلها 8 9 10 ساعات عمل بالمال، هذا اللي تبرمجنا عليه. وللاسف الشديد هاي هي نظره المجتمع، عشان هيك الطيور انولدت في القفص تعتبر الطيران جريمه. ليش؟ لانه احنا تبرمجنا كلنا في المجتمع واحنا صغار، هذا هو، ادخل مدرسه، اتعلم، خذ تبرمج، ما تفكرش، خذ شهاده، لو جبت علامه عاليه بتدخل طب، علامه واطي بتدخل جيش، علامه ما جبتش شيء بتدخل يلا بتصير مدرس بتاع ربنا، يعني بتدرس وظيفه من لا وظيفه له، تمام، صح. هاي اصبحت ثقافه المجتمع بتاعت الناس، وهي تبرمج عليها. احنا كلنا تبرمجنا بالطريقه هاي في الاسر. إذا ما حصلتش وظيفة أنت راح تموت من الجوع. شهادتك، دراستك، شهادتك هو سلاحك، بدون شهادة أنت لا تسوى إشي في المجتمع. هذه تبرمجنا عليه كلنا، مع الأسف. وهذا في الوقت الحالي الأساطير هاي قاعدة عم تتبخر، تمام، لأنه في أربع طرق لكسب المال في العالم هذا، اللي هي عند أغلب الناس، إن أكون موظف، إي اللي هو على اليسار، أكون موظف، إي موظف، طبعا إلها مميزات الوظيفة، ما حد يفهمني غلط، أنا كنت موظف، الوظيفة إلها مميزات، تمام، وضع إلها عيوب الوظيفة، أي لحظة ممكن تتسرح من شغلك، ملكش حرية، أنت مخنوق من هون، ما بتقدر تأخذ إجازتك مثل ما بدك، راتبك محدود، تمام. طيب شو في حاجة ثانية كمان غير الوظيفة؟ في أس، أكون صاحب مؤسسة فردية، يعني مثلا دكتور أسنان شاطر، محامي شاطر، ميكانيكي شاطر، عندي هذه، يعني انا بشتغل شغلتي بايدي،
اذا بدي اشتغل شغل صح اشتغلها بايدي، تمام، انا باحترافيه. هاي طبعا مميزات ان انت تملك، تمام، المهاره انك تنجز العمل، بس انت لا تملك الوقت، لانك وقتك ملك لمهنتك. يعني واحد لو عنده دكتور اسنان وسكر عيادته ما في دخل، ما في مصدر دخل، صح؟ لو واحد اخذ محامي اخذ اجازه، هل بيقدر ياخذ القضايا معاه يحلها برا؟ لا طبعا. فبالتالي اذا ما اشتغل ما فيش مصدر دخل، تمام. طيب ننتقل للقسم الثاني اللي هو بي، اكون رجل اعمال، تمام، زي بيل جيتس، زي مش عارف كيف، زي الناس المشاهير هذول الكبار. اكون عندي بزنس ضخم وعين احسن المهنيين، احسن موظفين يديروا البزنس هذا. طبعا شو مميزاتها؟ غير اللي بيشتغل لي انا اجر على اجر، بس شو مساوئها؟ الاداره لما درتش صح المؤسسات الامبراطوريات الضخمه هاي تنهار، ممكن اصرح، ممكن يعني اخسر مخاسر كبيره جدا، ممكن اخسر كل ثروتي لو ما درتش البزنس هذا صح وعرفت كيف من اين تؤكل كتف في ظل التغيرات الحاليه. ورقم اربعه، اكون مستثمر، فلوسي تشتغل عندي، نايم صاحي في فلوس تطلع. هاي شو حسناتها؟ الفلوس بتولد فلوس، صح، نايم بورصه طالع على الاسهم كل شيء، بس شو مخسرها؟ شو معوقاتها او شو المخاطر فيها؟ يعني تضارب السوق، تمام، تحديات السوق، ممكن السهم ينزل، ممكن اخسر، ممكن يصير اي شيء، كورونا تسكر السوق، واضحه النقطه هذه. فكل نقطه من النقاط الاربعه لها حسنات لها سيئات. احنا اليوم راح نشوف شو الحسنات تاع المصادر الدخل الاربعه وشو السيئات تاعتي نحاول نتجنبها ان شاء الله رب العالمين، تمام. ممكن ابدا كموظف وانتقل اصير صاحب اعمال، ممكن اكون في النص فردي واصير برضه صاحب اعمال، بعدين كمان استثمر. طيب في سر، شو السر؟ السر في مبدا الاستفاده. شو الاستفاده؟ استفيد. طبعا احنا تعلمنا زي ما قلنا في مبدا الاستفاده او الليفرج اللي هي الرافعه هاي، اللي هي احنا زي ما قلنا نستبدل الوقت مقابل المال. اليوم احنا راح نشوف الاستفاده بطريقه ثانيه. الاستفاده الحقيقيه اللي احنا قلنا قبل شوي، احنا تبرمجنا على انه كنا نروح المدرسه. في المدرسه شو علمونا؟ علمونا الانانيه، مع الاسف. ادرس لحالك، انجح لحالك، ما تغشش، ما تشاركش المعلومات مع صاحبك، ما تخليش صاحبك يشوف الواجب تبعك. انت ما تخرجت الك بدك تطلع اول، اطلع الاول لحالك، مالكش علاقه في غيرك، صح؟ تخرجت لحالك، ايوه، لبست الطربوش تبعك التخرج، روح بحث عن وظيفه لحالك، مالكش علاقه في غيرك. الوظيفه انت بتقدم لحالك، مش تروح ليش 20 واحد. الوظيفه انت يا صاحبك، مين بتختار؟ انت. ادرس لحالك، اطلع سلم الوظيفه لحالك، سير مدير لحالك، كل شيء لحالك، تمام؟ كل شيء لحالك. بالتالي انا ما اطلع واصير انا دكتور شاطر ولا مهندس ولا هاي ما شاء الله لحالي، تمام؟ صعب. اهدافي في الحياه بس يعني ارفعها، صعب نتخيل اهدافي في الحياه او التزاماتي ومسؤولياتي عباره عن حجر 200 كيلو، ممكن ارفعه؟ ممكن بصعوبه بتدرب ارفعه، بس قديش راح يكون معي صحه ووقت وجهد اني ارفع الحجر هذا؟ ممكن باي مرضى اخسر كل شيء، كورونا خسرنا كل شيء، صار اندماج بين الشركات، بين الوظائف، بين البنوك. في البنك كنت اشتغل فيه، لما صار اندماج بينه وبين بنك ثاني 1500 موظف تم تسريحه، تمام، لانه اشتغلوا لحالهم. طيب شو الحل؟ الحل يكون عندي فريق عمل. ساعتها يكون عندي فريق عمل بنشتغل كلنا مع بعض على نفس الهدف. ساعتها مش راح نشيل 200 كيلو، ممكن نشيل 2000 كيلو، 20000 كيلو. ليش؟ فرض ان عندي فريق عمل كامل متكامل، تمام. لو 10 طلعوا اجازه، 5 استقالوا، 20 واحد صابوا ظرف، 40 واحد راحوا في الكورونا، لسه ضل عندي فريق عمل. وقت الازمات بقدر اعتمد عليه وبنقدر نوزع العمل بيناتنا. بس انا وشخص لحالي ممكن اخسر كل شيء، تمام. بس فريق عمل المجهود بتوزع على الجميع. والسر في للدخل المستمر هو الاستفاده ايضا من الفرق بين هذا، هو الفرق بين العمل بجهد والعمل بذكاء. الاستفاده من وقت الاخرين، استفاده من جهد الاخرين، استفاده من مواهب الاخرين، تمام. بالتالي اسد اقود اسود، بجتمع مجموعه اسود، اسد اقود اسود، بصنع اسود معي في فريق العمل في البزنس تبعي، بحيث ان كلنا ننجز مع بعض.
تمام، وكلنا نستفيد، كل واحد طبعا في اهداف شخصيه كل واحد، بس في عندنا هدف كبير، تمام، مركب كبير انه كلنا بدنا ننجحها. عشان هيك الخبراء الناجحون في مجال الاعمال حول العالم بينصحوا نصيحه، بقول لك وقت الازمات اذا عندك وظيفه عض عليها بايديك واسنانك. لو عندك وظيفه او عمل عض عليه بايديك واسنانك وقت الازمات، لكن في وقت الفراغ طبعا كلنا عندنا وقت فراغ، ابحث عن عمل تجاري تمارسه في مجال انت بتحبه وتهواه او مجال ممكن تتعلمه وتتقنه. تمام؟ يعني مثال انا ممكن اتعلم الموبايل هذا، كيف ابيع الموبايل او كيف هذه اسوقه، تمام؟ هي بتعلمه بتقنه، بس شوي شوي بتقنه بتعلم. وفي انا مجال ثاني، انا مثلا بحب القهوه، هاي انا بهواها، بهوى القهوه الصحيه ان اشربها واتاجر فيها، هواي يعني شيء بعشقه بحبه، تمام؟ بهواه، فبالتالي بحط جهدي بتعلم تجاره في المجال انا بحبه، تمام؟ هيك بالتالي انا في وقت الفراغ بتثبت في وظيفتي بايدي واسناني، وقت فراغي بتعلم شيء تجاره في مجال انا بحبه. طيب شو هي التجاره اصلا؟ كثير ناس اصلا بيتاجروا مش عارفين شو هي التجاره. الصوره هاي بتلخص التجاره. التجاره هي لو طلعنا الانسه هاي، تمام، هاي شو بتسوي؟ عم تشتري خضار فواكه، صح؟ والبياع شو بيسوي؟ عم ببيعها خضار فواكه. في الحقيقه كلاهما عم بيشتري وكلاهما عم ببيع. الانسه عم بتشتري خضار فواكه بتبيع فلوس، والبياع عم بيشتري فلوس وبيبيع خضار فواكه، كلاهما محتاج للثاني. يمكن الانسه معها دكتوراه في الفيزياء، يمكن البياع هذا مش مخلص اول ابتدائي، بس كل واحد محتاج للثاني. عشان رب العالمين قال رفعنا بعضكم بعضا لتتخذ بعضكم لتتخذ بعضكم بعضا سخريه، سخريه من السخره، ان واحد مسخر لخدمه الاخر، تمام، كل واحد مسخر لخدمه الاخر. يمكن اكون انا معيش بنشرجي، تمام، واحد مع سياره رولز رويس بنشر العجل تبعها راح يجي لعند معاه، ويمكن مش داخل مدرسه عشان يصلح البنشر، هو محتاج خدمات هذاك وهذاك محتاج فلوس هذاك. هاي هي التجاره، تبادل، عمليه تجاريه، تبادل منفعه او مصلحه او منتج او خدمات هدفها تحسين حياه شخص ما، والاستمرار في التبادل هذا لتحسين حياه شخص ما. يعني مش صفقه مخدرات اضرب واهرب، لا، هي عمليه مستمره، تمام. فهدف التجارة هو تحسين حياة الناس. لو أنا تجارتي أو خدمتي أو بزنسي ما قدرتش أحسن حياة الناس، معناته أنا ماليش لازمة، أنا راح أطلع برا السوق. عشان هيك لازم دائما أطور، أشوف شو هدف، شو الناس محتاجة في وقت الأزمات. هسه وقت الأزمة هاي، تمام، الأزمة الأوكرانية، شو الناس محتاجة؟ في الزلزال هذا الناس شو محتاجة؟ أوفره لإله، تمام. وقت بتلك عملك الخاص، انت صاحب القرار، انت بتتحكم في وقتك، بتعمل، انت بتقرر تشتغل مع مين، انت بتتحكم في دخلك، بتاخذ اجازه وقت ما بدك، عندك مزايا ضريبيه، بتقدر تورث البزنس لاحبابك، ملكك، ملكك البزنس هذا ملكك. بس اغلب الناس بيفشلوا في التجاره، رقم واحد ما تعلموش اساسيات التجاره، مش عارفين انه التجاره هاي هدفها تحسين حياه شخص ما. كمان ما سالوش شخص ناجح في المجال، انا بدخل مجال القهوه، بس الناس خبراء في القهوه، ما بسال واحد فاتح دكان ولا فاتح مش عارف كيف تاجر في القهوه ولا في الموبايلات، لا. في ناس سمعوا كلام سلبي مع الناس، لا فلان فتح محل وخسر، فلان مش عارف كيف خسر، اوكي صح، بس هل كل الناس خسرت؟ لا، سمعوا كلام سلبي مع الناس ما جربوش وما نجحوش، تمام. سمعوا كلام سلبي من وسائل الاعلام، صح، ناس بتخسر، مذابح مش عارف كيف، صح، دخل السوق بسبب غير الحسد، فلان فتح محل فلافل انا بروح افتح جنبه عشان اكسر عينه. فلان اليوم احنا قاعدين في البزنس تبعنا، عم في ناس عم بتبيع المنتجات باقل من سعر التكلفه، بعض الشركات عشان تكسر السوق بحجه عشان نساعد الناس، يعني المنتجات غاليه عليهم، هم قاعدين بيحرقوا الاسعار، تمام، بيحرقوا الاسعار، فبخربوا حالهم بخربوا على غيرهم. وفي ناس بكل التقليد، لا يلا شو الناس فتحت محلات مندي، يلا نفتح كل الناس تفتح مطاعم مندي، كل الناس تفتح محلات شايكرة، كل الناس تفتح مش عارف ايش، سواء فهموا او ما فهموا، يلا تقليد، يلا معي قرشين، يلا شو احسن مشروع افتح، يلا افتح هيك افتح هيك، يلا بيفتحوا على الغميضي. طب هذا مش صحيح، عشان الناس بتخسر بتفشل، غير طبعا المشاكل السياسية والمشاكل هاي والازمات هاي، طبعا الناس بتخسر، تمام. طيب في شغلة هون كمان بدنا نناقشها، انه
سيد ريكس مون الراحل بقول لك اسباب اسباب اكبر اسباب طبعا حكيناها قبل شوي هذه. وعشان هيك في مثل صيني تمام كان يحكي استاذي تيم سيلز مفكك القنابل في البحريه الامريكيه بقول لك اذا اعطيتني السمكه اشبعت يومي واذا علمتني الصيد فقد اشبعتني مدى الحياه. هذا مثل صيني احنا بنكمل المثل انا واستاذي تمام بقول لك واذا علمتك كيف تعلم غيرك كيف يعلم غيره كيف يعلم غيره كيف يصنع الصنارة ويصيد فقد سهلنا في القضاء على الفقر والبطالة معا. الفكرة مش إن أعطيك سمكة مش علمك أنت أعطيك وظيفة فكرة إن علمك كيف تعلم غيرك يكون عنده وظيفة علمك كيف تعلم غيرك يصنع الصنارة ويصطاد تعلم مهارات بحيث فرضا ما فيش سمك هون انكسرت الصنارة علمه كيف يصنع الصنارة خربت هذه ما فيش هون سمك يروح مكان ثاني في سمك فبالتالي تمام يصنع السنار وكيف يصطاد من سهل القضاء على الفقر وعلى البطالة معا. وهذا إن شاء الله بنقدر إحنا نسويه هون لأنه إذا استطعت أن أساعد أكبر عدد ممكن من الناس لحصول على ما يريدون صح أنا راح أحصل على كمان على كل إشي أنا بحتاجه صح ولا لا؟ لأنه فكرة هون في الوظيفة في عقلية الموظف أنا فقط بفكر في نفسي بفكر فقط في أهل بيتي بس ماليش علاقة في غيري يعني حلق المجتمع بما فيه أنا شو العلاقة وانا الحكومه انا صح مش هذا الكلام كثير ناس بيحسوه لا انا افكر هون الناس اللي حوالي كيف اساعدهم اساعد فلان كيف يدخل ابنه على المدرسه اساعد فلان كيف يحصل على السياره اساعد فلان كيف ادله على محل يشتري فيه مثلا موبايل كويس تمام اساعد فلان كيف عنده مصدر دخل اساعد فلان ادله على دكتور شاطر اساعد الناس اللي حوالي انا كمان مشاكلي رح تنحل تمام رح نعرف كيف. في عندي اربع مبادئ اساسيه في اي عمل تجاري تسويقي لانه احنا فرضا بدنا نسوق يعني انا ما بصنع موبايل بدي اعمل افتح محل عشان ابيع الموبايل هذا. اولا يكون عندي سوق ضخم متنامي يكون عندي منتجات استهلاكيه وفريده توقيت واتجاه السوق. اربع اني اشرك الاخرين انجاز المزيد وهسه راح نتكلم على كل نقطه. سوق ضخم ومتنامي ركز على الخدمه او منتج مطلوب بشكل كبير راح يزيد الطلب عليها في المستقبل زي ايش زي شريط الكاسيت. يا سلام شريط الكاسيت كان صناعة مليارات الدولارات اختفت خلال فترة بسيطة. مين عنده شريط كاسيت غيري أنا الفايلو اللي عنده شريط كاسيت هسه الفايلو لسات عندي مكتبة شريط الكاسيت موجودة عندي تمام بس لا تستخدم. فلو أنت أفضل مسوق كاسيت في العالم أكبر منتج شريط الكاسيت في العالم هل هذا له قيمة في الوقت الحالي؟ لا مش قيمة في الوقت الحالي صح ولا لا؟ تمام؟ فبالتالي لازم نشوف المنتج خدمات إشي فيه عليها إقبال. كمان أنا لازم يكون عندي منتجات استهلاكية. ليش؟ لو هذا كان منتجي غير استهلاكي معناته أنا ما فيش عندي عملية دخل. إحنا قلنا شو التجارة؟ عملية مستمرة للحصول على الأرباح لتحسين حياة صحتنا. هل أنا بقدر أبيع نفس الخاتم هذا لنفس السيدي مرتين؟ طب مرة كل 10 سنين نفس الخاتم؟ لا طبعا دورة استهلاكية للخاتم هذا ملهاش دورة هي مرة واحدة في العمر بس تمام يعني مش رح تلبس خاتمين نفس الخاتم من السيدة نفس الخاتم في أسبوعين. فبالتالي هذا منتج غير استهلاكي. أنا لازم أركز على منتجات استهلاكية لحصول على مبيعات متكررة ومولات متكررة تمام زي مثلا منتجات الاستهلاكية هاي شاي قهوة معجون أسنان مي شاي قهوة هاي حاجات استهلاكية تمام تستهلك هيك بيكون في عملات متكرره حتى لو كانت قليله في منتجات كمان متكرره. غير هيك منتجات فريده منتجات بكون انا منتجي مش فريد الناس شو رح علاش بدي انافس انا رح انافس على السعر ما يلائم الناس السعر انا والله بعطي اسعار اقل بعطي عروض بعطي هاي او ما الناس عندي خدمه توصيل مثلا عندي ابلكيشن في جهه توصل عندي حتى صارت الصيدليات كمان على الابلكيشن تدخل الصيدليه يبعث لك الدواء عندك على البيت بيجي انت تنزل تحمل حالك وتروح الصيدليه هاي مثلا ما الناس يمكن الصيدليه الثانيه عندي في العماره عندها الخدمه هاي بضطر انا انزل عندها يمكن عندها سعر اقل بس هذا عنده ايش خدمه توصيل تمام لانه هذا عنده نفس المنتج هذا عنده بنادول هذا عنده بنادول لانه المنتج مش فريد تمام بس بكون المنتج فريد الناس رح تيجي عندي صح هاي. طيب توقيت ركزوا معي هون لانه توقيت اتجاه السوق في الوقت الحالي اتجاهات الكبرى تتسبب في تكوين اتجاهات السوق زي ايش اكتبوا لي على الشات زي ايش الاحداث الكبرى
احنا لسه عندنا احداث كبرى في الوقت الحالي، صعب عندنا في الوقت الحالي، تمام، تتحكم في اتجاهات السوق. يعني زي مثلا فرضا خلينا نتكلم هون شوي على، نرجع بالذاكره ايام سيد وسيدكم، هي بسموها في بسموها مولية الطفرة الإنجابية، هذول الناس اللي ولدوا بعد الحرب العالمية، بعد الحرب العالمية الثانية، تمام، صار في طفرة في المواليد. ليش؟ كان في فترة استقرار نسبي تقريبا من سنة 46 لل 64، استقرار نسبي في العالم، حروب أقل، تمام، خلصت الحرب العالمية الثانية، رجعت الناس من رجع من الحرب بلش يكون أسر، فصار في عندنا مواليد طفرة إنجابية، تمام، هذول بسموهم في العلم شو اسمه، بسموهم بيبي بومرز، مواليد الطفرة الإنجابية، بيبي بومرز، الجيل هذا جيل ال 18 سنة، تمام. هذا الجيل بيتحكم في الوقت الحالي في كثير حاجات، تمام، خلينا نقول مثلا في، يعني خلال من 46 ل 64 في مليار مولود حول العالم انولد، 78 مولود في امريكا، طبعا امريكا كانت بعد الحرب العالميه الثانيه اصبحت تقود العالم، فاي شيء بيصير في امريكا بياثر على العالم كله، هذول اللي بيتحكموا في المواليد، هذول في 65% من العالم، من المال في العالم، لان هذول في الوقت الحالي اعمارهم، في الوقت الحالي قديش عمرهم، تمام، في الاربعينات والخمسينات والستينات، تمام. نعتبر الموضوع ده مواليد طفرة إيجابية مثل الكرة، كرة السلة بدها تروح في جوا الهوز تاع المي، تمام، البربيش المي هذا، فهي الكرة لما تدخل اللي هو الاقتصاد، بربيش المي هذا نعتبره الاقتصاد، تمام، والكرة السلة هاي هي الطفرة الإيجابية داخل بربيش الاقتصاد وداخل عليك أنت، عندك مثلا كم قلنا احنا 70 80 مليون بني آدم داخلين عليك مره واحده، اطفال، شو الاطفال هذول بيحتاجوا؟ لازم نفكر، جاي علي 80، انا في امريكا لحالي، جاي علي 70 80 مليون طفل، شو بيحتاجوا؟ بيحتاجوا اكل، بيحتاجوا زي، عشان هيك طلعت مثلا زي جيربرت، شو جيربرت؟ جيربرت تاع اكل الاطفال، طيب كبروا اطفال شوي، شو صار عندهم؟ بدهم يلعبوا، طلعت هاسبرو وماتيل مش عارف كيف، شركات بتصنع بدول وباربي ومش عارف كيف، تمام، كبروا الاطفال صاروا مراهقين، بدهم اكل ياكلوا بسرعه وروحوا، طلعت حاجات زي ماكدونالدز، دير كوين، دجاج كنتاكي، تمام، طب كبروا شوي صار بينهم السيارات هسه ويشبحوا فيها، طلعت الفورد، الشفرليل، الموبايل، ولا اللي هي الشركات اللي هي ال 20 متر هاي، تمام، تحفه، تمام، طيب كبروا شوي، تخرجوا من الجامعات، بكونوا اسر، شو صار عندهم؟ صاروا محتاجين منازل، فطلعت شركات ضخمة جدا في مجال العقارات، زي سينشري 21، ريماكس، تمام، عشان يصنعوا بيوت لهذول الناس الطفرة الإيجابية. فأنا لما أكون أنا مثلا أعمل بزنس، أشوف الطفرة هاي وين ماشي، الترند وين ماشي، أمشي أنا قبله، بحيث ما أمشي في النهاية بروح هسه والله أفتح لي ما الله ما شو اسمه جربر في الوقت الحالي، لا، في هسه مليون شركة جربر اكل اطفال، اشوف الوقت الحالي هو ذول الاشخاص ذول معاهم الفلوس في العالم شو احتياجاتهم سواء في امريكا ولا حول العالم، تمام، عندي هسه التوقيت واتجاهات السوق، شو اتجاهات السوق في الوقت الحالي، تمام، منتجات برامج تثقيفيه للصحه والعافيه، يعني لو غبر عليها، منتجات خدمات خاصه بالتقاعد، احنا قلنا ذول مواليد الاربعينات والخمسينات هسه على مرحله التقاعد، تقاعد مبكر، نهايه خدمات، عندهم تركات مثلا من ابهاتهم، ففي منتجات وخدمات خاصه بالتقاعد، يعني عشان تدير اموال هذول الناس. عندي كمان برامج تعليميه تطوير الذات وبناء الافراد، تمام، هذا برضو يعني شيء كثير، دورات تثقيفيه لرياده الاعمال مثل اللي احنا بنعملها وشركات التسويق، تمام، دورات تثقيفيه لتعليم رياده الاعمال للافراد وخاصه للموظفين ما عندهمش اي خلفيه عن البيزنس وغيرها الكثير. هسه طيب انا هسه بدي افتح شركه، خط مثلا على ماركه تجاريه برجر كينج، وبدي اطلع فلوس، شو مطلوب مني؟ اكتبوا لي على الشات عشان اطلع فلوس، شو لازم اعمل؟ نشوف الشات تبعكم، اكتبوا لي شباب شو مطلوب مني عشان اطلع فلوس، عشان عنده جواب، شباب انتوا سامعيني؟ انتوا معي على الشات؟ اكتبوا لي على الشات.
توكينج. اوكي خطه، لا غير خطه، هاي بدي احط عليها فلوس، بدي انا اطلع فلوس، بدي اكسب فلوس، شو مطلوب مني اعمل؟ اغششكم، مطلوب مني ابيع برجر، مطلوب مني ابيع برجر عشان اطلع فلوس صح؟ بدي انظم فرق العمل، هي معناته ادفع فلوس، بديش انا بدي ابيع، بدي ابيع عشان اطلع فلوس صح ولا لا؟ مش لازم ابيع عشان اطلع فلوس، انا بدي اطلع فلوس هسه. طيب الفرح هذا انا فاتح خلاص، يعني اكتفيت، وصل لهي، يعني اكثر شيء صار عندي، يعني بقدرش يعني ببيع في اليوم 10,000 قطعه برجر والموظفين 24 ساعه شغالين، شو لازم اعمل كمان عشان اطلع فلوس زياده؟ هسه بدي جوابكم هون، شو لازم اطلع اعمل كمان عشان اطلع فلوس زياده؟ اعلانات هاي فلوس، حكينا بدناش ندفع فلوس، بدنا نطلع فلوس، شو لازم اعمل؟ لازم ابيع اكثر، لازم افتح فروع اكثر عشان اقدر ابيع اكثر صح ولا لا؟ مش لازم افتح فروع اكثر عشان اقدر ابيع، لانه انا الحال قديش بقدر ابيع، كم سندويش بقدر ابيع، كم واحد كم 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 مريض بقدر احفر اسنانه في اليوم، كم سياره بقدر اصلح امكمك لحالي، بس بكون عندي فريق عمل فروع كثيره، هيك بكسب، بستفيد اكثر وبكسب اكثر تمام. طيب المنتجات هاي الشركات بيع مباشر زي ماكدونالدز، زي برجر كينج، بادي شوب، كلنا احنا انا مستخدم المنتجات هاي، او يعني بنروح هنا زباين عند احد هاي الاماكن، كل هاي الشركات بيع مباشر ما بتحط منتجاتها في مكان ثاني، فقط منتجات هي اللي بتبيعها تمام. فبالتالي هاي العلامات جزء من الشركات اللي بتبيع فقط منتجات هي الخاصه، احنا شو قلنا؟ منتجات فريده من نوعها، ما بتحصل برجر كينج عند ماكدونالدز ولا ذا بادي شوب عند ستاربكس صح؟ منتجات فريده من نوعها، نموذج المنتجات الفريده. طيب انا هسه فتحت شركه، بسم الله الرحمن الرحيم، دخلت فتحت مثلا مكان عقارات، شركة وسيط عقارات، وانا كنت شغال في البنك في التمويل العقاري تمام، وسيط عقارات اللي هو بالازرق هذا هاي تمام، وعينت عندي موظفين بيشتغلوا بالعموله، فبدفع لهم رواتب، باع عقار باخذ هو نسبه وانا نسبه، ما باعش ما باخذ شيء شيء. طيب ليش انا باخذ نسبه مع انه هو الباع؟ لانه انا صاحب رخصه تجاريه، ماخذ انا دربته، عم باخذ ماخذ الريسك، ماخذ الرخصه التجاريه، عندي موظفين، عندي كهرباء، عندي عندي عندي، وفقط ما ليش شيء، يعني داخل بمجهوده، إذا باع خير وبركة، ما باعش فيش إشي. طيب بعثرة شو اللي بيصير كالعادة؟ واحد فيهم من الوكلاء هذول بيفتح، بياخذ بتعلم الأسرار كلها، بروح بيفتح بيصير وسيط عقاري منافس صح ولا لا؟ بيفتح محل فلافل لحاله، بيفتح محل حلويات لحاله، بيفتح جراج لحاله، فبالتالي أنا خسرته كمصدر دخل، وخسرته كمان صار منافسي، هو نفس الإشي نفس العمل، شو بده يسوي؟ بحط موظفين كمان يشتغلوا معاه، سواء موظفين بدفع لهم راتب او موظفين مثلا بالعموله، نفس الشيء، الموظف واحد فيهم راح يطلع متحمس، واحد برضه راح يفصل ويتعلم الاسرار كلها ويصير منافس في السوق، فبالتالي انا دربت منافسي بشكل مباشر وبشكل غير مباشر اللي هو هاي الانسه وذاك الشاب تمام. فبالتالي هم كل ما زاد نجاحهم انا خسرت، خسرت من هذه، هم طوروا اعمالهم، صار في كثير مشاريع في السوق اختفت تماما، بطل في لها وجود. ليش بطل في له وجود؟ لانه ما طوروش حالهم زي شركه نوكيا مثلا، زي شو اسمه البلاك بيري، زي كثير كثير منتجات وخدمات في السوق اختفت من 10 15 سنه كانت واو. باريس جالري شو اخبارها؟ حدا بيسمع عن باريس جالري حاليا؟ وين باريس جالري؟ كمثال تمام؟ طيب شو الحل؟ الحل انه اعمل الطريقه هاي من اول يوم، لما دخل ناس مثلا معي في الوساطه العقاريه، شوف مين انشط واحد فيهم، قول له يا فلان او يا فلاني، انت ما شاء الله عليك شكلك نشيط، انا حابب تكون شريكي في العمل، بدي اتعب معك 3-4 سنين، اعلمك اسراري وعلمك كل شيء بخصوص العملاء، وعلمك السوق، وعلمك كل شيء، وافتح لك واساعدك انك تفتح مكتب وسيط عقاري جنبي، بس بشرط بسيط تكون تحت ادارتي، بعد ما كيف الاسرار، كيف تعمل رخصه تجاريه، كيف تدرب الموظفين، كيف تعمل كل شيء بس مقابل جزء بسيط من الارباح. بالطريقه هاي
انا رقم واحد اعطيته مجال انه ينطلق يفتح بزنس الخاص، دربته. رقم اثنين اصبح تحت عيني. رقم ثلاثه ما كسبتوش كمصدر دخل، صح هسه باخذ منه جزء بسيط عن اول، اول كنت باخذ مثلا 2% 3%، هسه باخذ يمكن ربع في المية، اللي هو عليه مصاريف كمان. تمام؟ عنده ارباح وعنده مصاريف. بس كمان انا ما كسبتوش كمصدر دخل. هون كل ما زادت ارباحه زادت ارباحي انا. وهون كمان بعلمه كيف يعلم غيره يفتح كمان محل وسيط عقاري وينتشر. فبنصير مثلا مجموعة عقارات. مجموعة عقارات. مجموعة الفلانية. كل واحد اسم تجاري كذا بس في النهاية تحت سقف واحد. وانا باخذ جزء من هذا، جزء من هذا، جزء من هذا، غير شغلي انا الخاص من لساتني شغال في العقارات، انا لسه ما سكرتش عقاراتي. بس هيك فرضا لو انا مثلا طلعت مليون، بعت مليون مثل عقارات، باخذ ارباحي. طب لو هذول معي في الفريق، لو كل واحد 10 مليون 50 مليون طلع لي منهم نسبه، مين كسبان؟ انا كسبان صح؟ هل انا خسرتهم كمصدر دخل؟ لا. هل انا خسرتهم صار انا ربيت منافسين؟ لا، انا ربيت شركاء عمل، صنعت قاده، ساعدتهم كيف يكونوا قاده في السوق، مش كنا كفريق عمل واحد. هاي الخطه بسموها خطه التسويق متعدد المستويات، MLM مالتي ليفل ماركتينج. هاي هي بسموها الخطه متعدد المستويات، اني انا بكسب من اكثر من مستوى، بكسب من الاشخاص اللي دربتهم بشكل مباشر والاشخاص اللي دربتهم بشكل غير مباشر حسب السيستم، حسب كم النسبة راح تكون نسبة الربح. أساس الموضوع مش بحري، مش مفتوح قوي قوي، لأنه في نسبة محددة، يعني في حدود. تمام؟ في حدود على أساس ما حد يخسر. تمام؟ واضحة النقطة هاي؟ هذا هو كل محاضرة اليوم على النقطة هاي، على أساس أخدم المجتمع وساعد فيه في تحسين من حياة الأسر. لازم أفهم مبدأ التسويق متعدد المستويات، أو بنسمي التسويق الشبكي، بنسمي التسويق البيع المباشر، تسويق الجماعي بروفيت شيرينج، سموه مثل ما تسموه. تمام؟ طيب شو الفرق بين الشركات التقليدية والشركات التسويق الشبكي مثلا؟ تمام؟ خلينا نقول مثلا هاي مثلا نموذج، فرضا شركات تقليدية شركة تويوتا، شركات مثلا تسويق شبكي مثلا شركة أمواي، هاي من أكبر الشركات العالمية من الخمسينات موجودة، أو إيفون. تمام؟ كلا الشركتين عندهم مكتب، عندهم العمارة تاعتهم، عندهم مجلس الإدارة، عندهم الموظفين الإدارة، عندهم الخدمات، عندهم اللوجستيك، عندهم الشحن، عندهم التصنيع، عندهم كل شيء زي أي شركة في الدنيا. بس اللهم في عندهم مبلغ دعاية وإعلان. تمام؟ بسموها مبلغ للتطوير الأعمال، للدعاية، أساس الناس تندل. أساس فتحت شركة تويوتا، شو دراهم الناس؟ شو دراهم تويوتا عملت مثلا سيارات كهربائية؟ مش لازم يعملوا دعايات وإعلانات عنها، صح؟ طب شركة إف ون ولا هاي، شو دراهم إنه نزل مثلا ماركت ميكابس جديدة؟ مش لازم يعملوا دعايات وإعلانات. طيب شركات تقليدية بيستخدم مشاهير اللي صاروا مشاهير بليلة أو ضحاها بطريقة أو بأخرى، ما ندخلش في التفاصيل. تمام؟ عشان هم وراهم جيش جرار من المعجبين. تمام؟ عشان هم يعملوا دعايات بيدفعوا لهم ملايين، ملايين وعشرات الملايين ومئات الملايين لبعض الناس، زي تايجر وود تبع بيلعب جولف. يعني شركة نايكي عملت معه عقد مدة 10 سنوات، دفعت له 100 مليون دولار مدة 10 سنوات عشان يلبس الكاب والبلوزة والبوت اتوقع. تمام؟ لتايجر وود اللي بيلعب شو اسمه جولف، 100 مليون دولار مدة 10 سنوات. طيب في المقابل شركات التسويق الشبكي نفس مبلغ الدعاية والإعلان هذا ما بحطوه للمشاهير، بيعطوه للأفراد اللي زيي وزيك، وعشان هم يسوقوا المنتجات، لأنهم هم اللي بيشربوا القهوة وبيستخدموا التليفون. تمام؟ وبيشربوا المي هذه، بيستخدموا السماعات هذه، بيشرحوا الناس كيف تستخدم السماعات، نسك هيك ايوان مارت هاي، ايوه كويسه، بتشوشش، بتعمل صداع، بتعملش. تمام؟ فبيشرحوا لك، بيقعدوا بالساعات والايام والليالي بيشرحوا كل شيء. في ناس بيقول ما في صوت، شباب في صوت ولا ما في صوت؟ اخت ماره في صوت؟ انا في عندي صوت، انا سامع الصوت. في صوت ما. تمام؟ بارك الله فيك. طيب فبالتالي المشاهير هذول شو القيمه اللي بيضيفوها على المنتج؟
شو القيمة لما ميسي يمسك لي هالتليفون ويعمل لي هيك؟ شو القيمة نضفوها للمنتج؟ ما فيش. فبدل ما أنا أعطي الملايين هاي لميسي ولا ميسك ولا نانسي ولا نانسك ولا راحل مارادونا ولا مارادونك، تمام، بعطيها الملايين هاي لآلاف وعشرات الآلاف من الزبائن المهتمين ولائهم للشركة وللمنتجات اللي بيستخدموا المنتجات والخدمات بشكل يوميا. هذول اللي عندهم هذول أنا المفروض أحافظ عليهم زبائني وكرمهم وخليهم شركائي ويعني وساعدهم يعني وأعمل كل إشي لهم عشان أحافظ على الزبائن. هذول المتسقة بعمل دعايات للي بيدفع أكثر، صح ولا لا؟ بيدفع أكثر بعملوا دعاية متسقة، صح؟ هذا هو الفرق بين شركات التسويق الشبكي وشركات التسويق التقليدية. في التسويق الشبكي الناس كثير بكرهوا أو مش فاهموا شو هو، ما بسأل عن تسويق الشبكي ابن الجيران ولا صاحب البقالة، لا، بسأل الرئيس الأمريكي بيل كلينتون عن التسويق الشبكي، بسأل رفيق المناضل بيل جيتس عن التسويق الشبكي، بسأل روبرت كيوزاكي من كبار مستثمرين والكتاب تسويق الشبكي، بسأل ياسر بران من أكبر المحفزين في العالم، بسأل توني روبنز من أكبر المحاضرين في العالم عن التسويق الشبكي، بسأل رفيق المناضل دونالد ترامب عن التسويق الشبكي من أشد المؤيدين لإله، تمام؟ عن التسويق الشبكي أو البيع المباشر. ما بسأل واحد ما مارس أو فشل أو، تمام؟ هسا كثير ناس بيعتبروا على التسويق الشبكي بيقول لك تسويق هرمي، حرام، حرامية هاي، لا 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 حرام، لا لا لا. طيب في أي مؤسسة تقليدية، أي حكومة، أي دولة، أي شركة مش عبارة عن نظام هرمي؟ مش في رئيس تنفيذي أو الملك أو الحاكم أو الزعيم أو الرئيس، وفيه بعدين مجلس الوزراء. طيب في رئيس التنفيذي صاحب الشركة بيل جيتس مثلا، وفي رئيس في 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 مجلس الإدارة، وفي في رئيس تنفيذي، في نائب رئيس، في موظفين إدارة، موظفين تك تك تك، صح؟ مش كله هذا حرام؟ هذا حرام. أنا كنت في البنك، أنا كنت موظف، بس في ناس مديري، مدير مديره، مدير الإدارة، مدير هاي مش عارف كيف، مدير أول، مدير ثاني، نائب مدير أول، مش لحد من نص مجلس الإدارة، لحد نص رئيس تنفيذي، بعدين لا رئيس مجلس الإدارة، تمام دكتور محمد. هاي هيكلية وظيفية، فالتحت بيكسبوا أقل إشي، موظفين عاملين تحت العمال والموظفين اللي بيكسبوا أقل إشي، وجزء من أرباحهم بتروح فوق للناس اللي فوق كرواتب ومصاريف، وجزء كبير بروح كأرباح للشركة. والشركة ليش اللي بدها تعطيني الشركة حقي كامل، حقي بالكامل، ومش الشركة ليش شو رح تستفيد؟ فبالتالي أنا كموظف ما بأخذ حقي بالكامل، انتبهوا على النقطة هاي، ما في موظف بياخذ حقه بالكامل، والا صاحب العمل انا ليش معينه؟ بعطيه حقه بالكامل، انا طبعا شو استفدت منه؟ صح؟ في موظف بياخذ اقل بكثير من حقه. لو في جزء بتروح كمصاريف للناس اللي فوق، وجزء بتروح كارباح للشركه او للمؤسسه او للدوله او، تمام؟ طيب بالنسبه احنا حياتنا كلها عباره عن حرم. يعني احكي لكم قصة جدي والذيب، مش ليلى والذيب، جدي والذيب. لما شاف جدتي يعني عين المي، اجى الذيب كان بده يهجم عليها، بعدين راح رماه بحجر. المهم مناش في طول السيرة، تعرفوا على بعض، انقذها من براثن الذيب، تعرفوا على بعض وتزوجوا وخلفوا كل هالجيش الجرار شجرة العيلة، نيام جدي محمد ابعيد الاول. لأنا صار عنده الاف الاحفاد، بدأ بشخص واحد صار عنده الشجرة، فحياته كلها عبارة عن الشجرة هرمية، تمام؟ طيب في التسويق الشبكي الهرم بيكون مقلوب، الشخص اللي في التحت اللي بيعمل مبيعات اللي بيعمل البزنس بياخذ أعلى واحد على الخدمة أو المنتج اللي باعها، وجزء بروح للناس اللي فوق، جزء بروح للإدارة، جزء بروح لصاحب الشركة. فبالتالي صاحب الشركة اللي فوق اللي بالعرض هذا بيكسب فتات بس من مجموع آلاف وملايين المسوقين اللي بيشتغلوا معه في شركته، شك بصير ملياردير وما ليش اللي بيكسب فتات من آلاف ملايين. بس أنت كشخص عشان أنت بعت القهوة هي واللي بعت، أنت بتكسب أكثر إشي، أكبر هامش ربح على هذا المنتج أو هذا على هاي الخدمة أو على راتبك، أنت بتأخذ حقك وزيادة كمان، تمام؟ هذا الحلو في التسويق الشبكي. طيب نظام هرمي أم إدارة فعالة؟ لازم يقول أوه هذا هرم،
لا نصب. ليش نصب؟ انا لو انا دكتور اسنان فتحت مركز، مركز اسنان، كم شخص بقدر احفر له اسنان ولا جسر تمام في اليوم؟ في اليوم واعطيه يعني بالكامل حقه بالكامل، كم واحد؟ 10 5 10. ما انا كان عندي مكان سني هذا مكسور، كنت اعمل له جسر تمام، ما يمكن فوق ال 15 جلسه عند الدكتور، يسوي وعمل واحد وسوي خد جسر وخد هاي مقاس، بعدين وقع سن كسر السن، رحنا مره ثانيه قعدت رمضان كلياته احنا رايحين جايين رايحين جايين على سن واحد، صمد كذا سنه بعدين خلاص يعني لانه لسه ما تحملتش تمام. طيب طب لو انا عندي في عندي 10 مرضى اجوني في اليوم في نفس الوقت، هل بقدر اشتغل لحال؟ لا، بجيب دكتور من هون دكتور من هون، واحد تقويم واحد مثلا اسنان اطفال، صرنا ثلاثه كل واحد عنده البزنس تبعه، بكبر شوي بعمل لي مثلا اشعه في العياده بتاعتي، بعمل مركز بدخل طب اطفال وعيون وجلديه، بدخل كمان بعمل كمان جلسات علاج طبيعي، بوسع بصير عندي شو بصير عندي مركز طبي، شوي بعمله بقى بصير مستشفى، بصير مجموعة مستشفيات للرعاية الصحية، بعمل مختبرات بعمل مش عارف كيف صورة أشعة بعمل تحاليل بعمل كل شيء، فأصبح بالتالي مش موضوع تنظيمي، مش مجرد هرمي. أنا في كمثلا كصاحب المستشفى طبعا أنا كمان بعمل عمليات، أنا كدكتور بعمل عمليات وعندي ناس بيعمل عمليات، بس كل واحد هل كم عمل نفس اللحظة كم عملية بقدر أعمل لحالي؟ بقدر إيش؟ مش ريموت كنترول انا تمام، عمليه قلب مفتوح ولا دماغ ولا فصل توامين صح، بس وعندي 10 توائم ده افصلهم، وبالتالي هذا النظام فعال. طيب نشوف راي ليس برام في الموضوع. This is the era of where we are. Ralph Waldo Emerson calls it the age of self-reliance. It brings that out of it. And I think that it's easy to take pop shots at it, but remember, dogs don't bark at parked cars. You know, people shoot up, they don't shoot down. So I just think there are a lot of haters out there who really don't understand the industry and say, oh, it's a get rich quick scheme. It's a pyramid. Now, first of all, everything in our lives is a pyramid. Everything from the White House on down to the Congress, to the Senate. I used to serve in the Ohio legislature. It's a structure that provides coaching and that has revealed years ago, there's no secret to success, there's a system to success. And no matter what organization you become a part of, the system works if you work. If you don't work it, it won't work. But it works if you work it. And that's one four-letter word that most people don't like. They're not willing to work. I have a friend who invited me to her brother's house to help him to get off drugs, introduce him to a drug program that can help him. And I said, these people can help you, but you've got to be willing to do the work. And after we finished, he asked us to leave. And I'll never forget what she said. As we're going down the steps, she said, Les, I do apologize for wasting your time, but I realized when my brother knew that it required work for him to get off drugs, that most people won't participate in their own rescue. And there are people who will be presented with an opportunity who know that they could be laid off at any moment, who know that there's no such thing as job security, who know that them keeping their job has nothing to do with how good they are. Yet and still, they'll go to work and have knots in their stomachs, hoping when they open up an email that they have not been told this is your last day. They'll go to work hoping there's not a security guard standing by their desk with a box and say, empty your things in here and take them to the front door and escort them to the parking lot. They go in there hoping it doesn't happen. Why? Because they don't want to. It's an aversion to most people's spirit. تمام. هذا رأي السيد ليس براون من أشهر المحاضرين في العالم، قصته مأساوية، كان زلمة مصنف إنه معاه
تخلف عقلي، وكبر صار مراهق ومصدق انه معه تخلف عقلي، لحد ما واحد من الاساتذه قال له ما تخليش راي الناس تقرر مصيرك. صح الزلمة مع حاله واصبح هسه عمره 77 سنه من اشهر المحاضرين والمحفزين في الدنيا لحد الوقت الحالي، لسبرون من اشهر المؤيدين للتسويق الشبكي. تمام، هاي مثلا منتديات البيع المباشر او التسويق الشبكي، صارت في 2017 عندنا هون في الامارات منتدى للشرق الاوسط شركه التسويق الشبكي. انا بعرف معظم الناس الموجودين هون بعرف اغلبهم لانه هذول كان زملاء لنا في شركات التسويق. تمام، وكمان احنا كمان في التسويق الشبكي يعني اذا بده يتعلم اكثر يشوف القصه، هذا طبعا موجود فيديو قصه ناقل الدلو وباني خط خطوط الانابيب بيشرح بالتفصيل الفرق بين الوظيفة، بين الفرق انك تشتغل على خطة، خطة تجيب لك دخل وفلوس متكررة، وهذا هو اللي نتكلم احنا في التسويق الشبكي. ايضا كمان بنصح الجميع يقرأ كتاب او حتى موجود فيديو انيميشن هو موف ماي تشيز، ما حرق قطعة الجبنة الخاصة بي، هذا بيتكلم عن التغيير، عن التغيير. مرة واحد لو صعد الصبح لقيت انك انت متفنش او طب شو الحل، ابدأ من جديد، تعلم إشي جديد. صح الواحد بخاف وهاي ولا وتعود على إشي معين بده كل إشي، ترجع الظروف ترجع الحياة زي قبل كورونا، ما انت كنت تتسب وتلعن في الحياة والظروف قبل كورونا، صرت هسه حقية الحياة قبل كورونا، هسه صرت الناس تحسر على الأيام قبل كورونا قبل الزلزال، ما انت كنت تلعب وتسب فيها. سبحان الله طبيعة البني آدم. فبالتالي هذا جدا 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 القصة هاي جدا محفزة من حركة قطعة الجبل الخاصة به. طيب احنا في التسويق الجماعي في التسويق الشبكي شو بنسوي؟ بنحول الكاستمر بدل من مجرد كاستمر يستهلك فقط المنتجات والخدمات، بنحوله لمستهلك مستهلك محترف يستخدم المنتج والخدمه ويسوقها ويصير هو كمان منتج لها ويستفيد. هيك احنا بنساعد المجتمع كله، بدل ما يكون فقط مجرد استهلاكي لا بقدر اخدم. في كمان تسويق الشبكي، في انا معي شهادات في التسويق الشبكي من دارك سيلينج اسوشيشن، جمعيه البيع المباشر دبي، البيع المباشر. تمام، وتعلمنا كيف الهاو، في اخلاقيات عامه، وتعلمنا كيف الواحد يساعد كل الشركات، وتعلم شو الاساسيات والاصول. فالموضوع مش هيك لا، في تعليم، في علم، في شهادات جامعيه، في من اكبر المعاهد في العالم. تمام، بتعطي شهادات في التسويق الشبكي، الناس بتطور على الشهادات. الشهاده في الوقت الحالي المهم انت شو راح تسوي في الشهاده. في تسويق الشبكي كمان تريننج عالمي زي هذا، مثلا اقوى تريننج في العالم اسمه جو برو، كن محترفا، سيد سبرام، مش سبرام، هي سبرام موجود بس ريكوري، هذا لابس ازرق، شخص كان فاشل. تمام، بنحكي قصته بعدين، بس حاليا هو من انجح المحاضرين في العالم، انجح الناس في التسويق الشبكي. والتريننج تبع الجو برو بيصير كل سنه في شهر 12 من اقوى التريننجز اللي بيصير. هاي طبعا كان افتراضي لانه بعد ايام كورونا وثلاث سنوات هو يعملوا افتراضي. عشان تنجح في اي شيء انت محتاج ايش؟ عشان تصير شيف مشهور، رائد اعمال، تكون مثلا ميسي ابن اخوي الصغير تحت هذا، بطل ماراثون، رائد فضاء، شو مطلوب؟ على الاقل 10 ساعات، 10,000 ساعه عمل على الاقل، على الاقل مطلوب منك. تمام، اي شيء عشان تنجح فيه، اي شيء عشان تتعلم على التطبيق على هاي بدك تبذل مجهود عشان تتعلم وتصير محترف فيه. ليش في التسويق الشبكي او في البيع المباشر واحد بيعجز، بيجرب يوم ويومين؟ هاي بقول بحكي عن الحاجات اللي الناس مش قادره تستوعبها في التسويق في البيع، لانه في ناس بكرهوا التسويق الشبكي بقول لك لا حرام ومش عارف كيف. لا، ما انت في اي شيء ثاني بدك تنجح فيه بدك تبذل فيه مجهود. تمام، اي شيء لازم تبذل فيه مجهود. كل الناس بدها تنجح لحد ما يكتشفوا الثمن اللي بدهم يدفعوه. كل الناس بدها تدخل الجنة بس ما حدا مستعد يموت. كل شيء له ثمن، نجاح له ثمن، الفشل له ثمن، تختار شو الثمن بدك تدفعه. بعلم الانترنت الكاركتير هاي سنة 93 طلعت، واثنين تكرم اثنين كلاب قدام بعض، واحد بقول للثاني على الانترنت ما حدا بيعرف انك كلب. هاي الكاركتير أخذ جائزة عالمية على الإنترنت، ما حد بيعرف إنك كلب. تمام، كثير ناس عملوا مشاريع خرافية على الإنترنت ما حد بيعرف مين هي حقيقة. طب ليش إحنا مستفيدش من الموضوع هذا؟ تسويق الشبكة في الوقت الحالي
فرصة طيبة جدا أن نستفيد بالخدمات والمنتجات ونستفيد بالإنترنت عشان نوسع عمالنا ونتعلم حاجات هاي بأقل التكاليف. جاك ما شو بقول لك ما تنتظر تتحسن الظروف، انت اسبق الاشياء، انت اركض هواي، شوف الترند كرة السلة وين جاي عليك، ما تكونش تستنى الامور تكون جاهزه، بكون كل شيء جاهز، انت اصلا مالكش لازمه، انت بكون خلاص انت مالكش لازمه. لما كل الناس ماشيه امور ممتازه، كل واحد بيفتح محل فلافل بنجح، كل واحد بيفتح محل شاورما بنجح، كل انت مين انت؟ لما يكون السوق تشبع، مين انت؟ الناس كلها معاها فلوس مبسوطه، مين انت عشان الناس تيجي عندك؟ شو راح تقدم لها من جديد؟ ما دام كل شيء ليش ايش عندك؟ ما دام كل شيء موجود في السوق، كل شيء موجود، كل الناس معها فلوس، كل الناس ناجحه جدا، بكون كل شيء امور جاهزه، انت مالكش اصلا وجود من الاساس. تبدا الان، الان وقت الازمات، هو نفسه هذا المحترم تاع علي بابا جاك ما بلش من ازمه ولا وظيفه قبلته، صار هسه ملياردير، تمام؟ فبالتالي وين رحت؟ مميزات العمل في التسويق الشبكي يعني هسه نتكلم عن مميزاتها وكمان للمجتمع وللأفراد، تكلفة يعني بسيطة جدا مقارنة بأي مشروع تجاري آخر. غير هيك إنما طموح الشباب، فلما الواحد يفكر فقط في الوظيفة ولا في هذه، لا، عنده طموح أنه لا بقدر يكون عنده مستوى دخلي أحسن، تمام؟ في القدرة على تحقيق يعني قدرة على تحقيق الحرية المالية، تمام؟ لأنه فيش عندي حدود. اليوم بعت علبة كوفي ممكن أبيع 20 علبة كوفي، ما حدا بيمنعني، تمام؟ أما راتب ثابت، عندي قدرة على بناء فريق وعمل علاقات اجتماعية كثيرة جدا، وأكسر مثلا حاجز الخوف. أنا شخصي مثلا يعني انطوائي جدا، الناس اللي بعرفوني جدا انطوائي، جدا جدا انطوائي، بس مع التسويق الشبكي تعلم كيف أكون أواجه الناس، كيف أتعلم، كيف أكون محاضر، كيف تحقق أهدافنا، كيف نساعد الناس، كيف نتواصل. هذا قبل تسويق الشبكة ولا شيء، زيرو، تمام؟ في مرونة في العمل، فيش دوام. هاي بحكي معكم هاي على الإنترنت، كل واحد فيكم قاعد في دولة، في مرونة، بنمي المهارات الذاتية والقيادية، تمام؟ أنت سيد نفسك، أنت عندك مشروعك، أنت بتتحكم في في في, في العمل، عندك فرصة إن تكون عملك عالمي. مثلا موجود هون، عندي زبائن في السودان، عندي زبائن هون، عندي زبائن هناك، عندي زبائن في الهند، عندي مسوقين معي في السعودية، مسوقين في الأردن، عالمي انتشار. لو أنا أفتح محل ولا دكاني ولا بقالي، بس فقط هون في مكان هذا، تمام؟ نظام البيع المباشر بحميك من ضرائب. في الدول فيها بعترف نظام البيع المباشر والتسويق الشبكي، بيعطوا خصومات على الضرائب، تمام؟ بيعطوك ليش؟ انك انت صاحب بزنس، صاحب مشروع، بيعطوك يعني ميزات ضرائبيه، تمام؟ فبتكون نسبه الضرائب تدفعها قليله، وهذه كمان شغله كويسه للمجتمع. كمان بيئه هاي خاليه من المنافسه فيها قليله لسه، يعني هذا البزنس تبعكم انتم كافراد بتدخل بزنس، هذا البزنس الوحيد بتقدروا تسبحوا فيه مع اسماك القرش والحيتان والهواميل الكبار بدون مشاكل. تقدر تبيعوا قهوة وما تحاربوش ستاربكس ولا دانكن دونتس ولا مش عارف كيف. تقدر تبيعوا فيه مثلا معجون أسنان بدون ما تحاربوا سيجنال 2. تقدر تبيعوا فيه مثلا موبايلات بدون ما تحاربوا سامسونج ولا هاي، تمام؟ في تعاون، فيش منافسة غير شريفة زي اللي احنا بنشوفها في كثير أماكن. كمان هذا البزنس ضمان لك مستقبل ولادك من بعدك. هسه انا تركت وظيفتي، هسه انا بدون وظيفه وعمل حر، تمام؟ بس لو ما عنديش عمل حر، كان هسه بهدلت، كان ولادي بهدلوا، مش قادر اسد التزاماتهم الجامعيه ولا مدارس ولا ولا ولا، تمام؟ بقدر اقول بزنس، بقدر اقول لاولادي وظيفه؟ لا. غير هيك، اي شخص ممكن يستفاد من الفرصه هاي، شو مكان مؤهلك، شو مكان خدماتك، شو مكان خبرتك، مخلص جيش، متفنش، مطلق، متزوج، خريج سجون، اي واحد بيقدر يستفيد من الفرصه هذه. وهذا احنا بنقدمه في المجتمع، لان المجتمع فيه كثير قيود وفيه كثير ظلم، مش الكل بيقدر يستفيد. لو في الوظيفه التقليديه، لو انا خريج سجون ولا انا عندي مشاكل اخلاقيه، انو راح يشغلني؟ استحاله، صح؟ بس التسويق الشبكي بقدر اشارك. ميزات التسويق الشبكي، آلية التسويق، تمام؟ مبهرة،
في التسويق التقليدي انت بتدفع تكاليف ضخمه جدا للدعايه والاعلان، لسه ما قلتش يا هادي بتدفع انت مصاريف ضخمه جدا عشان بس تعمل بزنس كارد، انت بدك تدفع بلاوي بس بزنس كارد ومثقفات وحاجات هيك وقارمات ودعايه واعلان وخفايات حريق، وهي انت لسه ما بعتش حبه فلافل ولا بعت فنجان قهوه، تمام؟ راح تدفع بلاوي. تسويق الشبكه فيش قليل تكلفه، قليل جدا، عشان هيك بتقوي اقتصاد الدول، بتحرك الاقتصاد، بتحرك الاقتصاد، بتحرك الشباب اللي عاطلين عن العمل، بتحرك الناس اللي عم خايفه على وظائفها، بتحرك الناس اللي هي نزلت رواتبها بسبب كورونا وغير كورونا، في حركه، بصير في حركه. هذا عشان هيك التسويق الشبكي قوي جدا، بيساعد فعلا المجتمعات انها تتحرك، تتحرك القهوه هاي من هون لهون، فنجان القهوه، الموبايل، هاي الخدمات، المنتجات هاي، بصير في حركه، بصير في حركه حقيقيه، بصير الفلوس. احنا شو قلنا لما بيع ويطلع لي ارباح ندخل لها؟ لا، نستخدمها، تمام؟ فهذا الحلو في التسويق الشبكي، تمام؟ ما بيهمني مستواك التعليمي ولا الاكاديمي ولا شهادتك ولا لونك ولا اصلك ولا لغتك ولا مكانتك الاجتماعيه، كل بيهمني فيك ارادتك واهدافك واحلامك وطموحاتك والتزامك الفعلي انك تقدم للعمل. هذا بيفرق بين الموظفين والمسوقين الشبكيين. احنا هون نتأففش، نتذمرش، لا، احنا هون نشتغل. ما في رئيس وزراء زي المواطن العادي، ما في وسطات، ما في رشاوي، ما في محسوبيات في التسويق الشبكي، تمام؟ طبعا زي اي بزنس في الدنيا في مشاكل، اكيد وارد، بزنس في النهايه بتاثر كل شيء، بس وسيله افضل لتحقيق الارباح، تمام؟ عشان هيك احنا بنشتغل عمل جماعي، بنشتغلش عمل فردي. هي مثلا هالمثل فيديو انا عامله مثلا سلسله كابتن رامي، كيف بتكلم عن الموضوع هذا بشكل يعني بالسلسله تاعتي على القناه على اليوتيوب، كيف التسويق الشبكي يخدم المجتمع برضه، ذكرت فيه كثير امثله. عندي قصة شاي كرك هون مثلا، شو شاي كرك؟ شاي هذا بالأعشاب، هو مشهور عندنا في الخليج هون، بسميه شاي كرك، شاي بالحليب وبكون فيه بهارات، قرنفل وزعفران ومش عارف كيف وقرفة وحاجات هاي. هاي سيستم، هذا كمان سيستم وتسويق شبكي فيه، تمام؟ احنا كل واحد لما يشرب فنجان قهوة أو فنجان شاي ويعجبه بيرجع لنفس المحل، بيجيب مع الناس وبدل الناس والله أحسن محل شاي كرك هون، أحسن محل شاي كرك هون، تمام؟ لأنه ملايين كوبايات شاي الكرك تباع يوميا في الصباح الباكر، في الظهيرة وفي المساء عندهم في الخليج. شاي الكرك هذا مشهور جدا عندهم في الخليج، بسمي شاي كرك، تمام؟ هاي تسويق شبكي كمان أيضا، هذا السيستم. حلال عليهم حرام علينا، صح؟ طيب كيف اختار شركة تسويق شبكي جيدة؟ رقم واحد، أشوف تاريخ الشركة، الناس ورا الشركة، تعون مخدرات، تعون قمار، مين هم الناس ورا الشركة؟ شو الخدمات والمنتجات؟ هل فعلا بتخدم المجتمع؟ بتخدمني أنا؟ شو الخطة التسويقية؟ هل هي سهلة، صعبة، معقدة، مفهومة؟ قانونية الشركة، هل الشركة فعلا قانونية في البلد؟ هل في دعم وتدريب حقيقي؟ هل في فريق عمل قوي أشتغل معاه؟ هل فعلا في انتشار؟ بقدر أشتغل حول العالم حتى لو صارت مشكلة، صار زلزال، صار مأساة في البلد اللي أنا فيها، بقدر أنتشر؟ في حاجة للسوق للمنتجات والخدمات اللي الشركة هي بتوفرها؟ هاي أسئلة لازم أسألها أنا قبل ما انضم، مش أسأل فلان، لا، أسأل أشوف الشركة نفسها، البروفايل تاع الشركة. طيب كثير ناس بقول لك أنا مش بياع، بس أنا بعرفش أبيع، أنا الموضوع صعب، أنا مش بياع. أصلاً لو نشوف الأطفال انولدوا بارح هذول، حدا بيعرف مين راح يطلع مطرب، مين راح يطلع سياسي، مين راح يطلع رقاصة، مين راح يطلع تمام متشفي؟ ما حدا بيعرف، صح؟ كلهم انولدوا بيقول واع، كلهم، ما فيش طفل شو ما كان جنسيته ولا لغته إلا بيقول واع بس انولد. فكيف تحكم إنه هذا بينفع بيعرف يسوق ولا بيعرفش؟ احنا كنا بياعين مسوقين بالفطر، شئنا او ابينا، ونعمل اكثر من فيديو على الموضوع هذا، جميعنا بياعين محترفين صغار او كبار. هسه الصوره هاي بتلخص موضوع البيع، يعني احنا كل يوم نبيع افكارنا ومعتقداتنا وقيمنا، تمام؟ وكثير حاجات، احنا كنا بياعين، كل يوم احنا بنبيع نفسنا في صاحب العمل انه احنا احسن موظفين عشان صاحب العمل ما يفنشناش، صاحب العمل ببيع نفسه كل يوم لنا انه احسن صاحب عمل عشان احنا برضه ما نستقلش ونشوف مكان ثاني، صح؟ كلنا احنا بياعين.
نحب نبيع افكارنا ومعتقداتنا وقيمنا. هي انا هسه بعمل انا دعايه للبلوز اللي لابسها، بعمل قصه الشعر، بعمل دعايه للجهاز، بعمل دعايه لبرنامج زوم اللي احنا نعمل، كل هاي دعايات صح؟ مش هيبيع؟ هيبيع تمام؟ فما حد يقول احنا مش بياعين، بس في فرق انه انا صغير ولا انا كبير، ما عنديش وقت، ما عنديش خبره. طيب في ناس بيقول لك انا ما عنديش خبره، ما عنديش علاقات، ما عنديش هاي، انا ما عنديش فلوس، انا ما عنديش امكانيات. وانا بايده. طب شو الجواب على الناس اللي بيقولوا احنا ما عندناش علاقات، ما عنديش خبره، ما عنديش وقت، ما عنديش فلوس؟ كيف ارد عليه؟ بكل بساطه بقول له كلامك صح، انت فعلا ما عندكش علاقات، ما عندكش خبره، انت صغير، انت كبير على الوز، انت كل شيء، كلامك صح. عشان هيك مش شايف انه هذا الوقت المناسب انك تتعلم كيف تنجح معنا باعتبارك صغير او كبير او ما عندكش فلوس او ما عندكش خبره او ما عندكش علاقات؟ مش شايف انه هذا الوقت المناسب انك تتعلم؟ هذا الوقت المناسب انك تتعلم تمام؟ يعني في عندنا مهارات للتواصل، في عندنا مهارات تواصل نتعلمها، في عندنا كمان معايير لاختيار الشركات تمام؟ في معايير لازم الواحد يكون عارفها، يكون في هذه، يكون في الشركة عضو في البيع المباشر، في واضح شيء سياسة واضحة رجاع المنتجات، لا يشترط الشراء مخزون كبير من المنتجات، يكون في خدمات مرخصة قانونيا، ولو أنا بدي أخذ فقط المنتج بدون ما أعمل عضوية هل بقدر أخذه؟ ولا لازم أعمل عضوية في الشركة عشان أخذ المنتجات؟ هل لو أنا بطلت يعني ما جندتش ناس أو ما جبتش ناس جداد للبزنس هذا، هل أنا بخسر عمولاتي؟ في كثير حاجات لازم واحد يكون يعرفها. كمان الناس بقول لك تسويق الشبكي صعب جدا، تسويق الشبكي صعب فعلا صعب. اتفرج على الصور هاي نموذج، هل فعلا تسويق الشبكي صعب مقارنة باللي احنا شايفينه هذا؟ اي بداية، في البداية بيكون بداية متواضعة. امازون كيف بلشت؟ ابل، جوجل صح؟ كلهم بلشوا من الجراجات، كلهم هربزوا بلاوي وطار ناس مدمنين مخدرات، يعني اوضاع صعبة كانت. كل بدايات متواضعة، بس واحد بده يحط حلمه ويسعى انه يطوره عشان يصير يوصل للعالمية. برج خليفة كيف بدش؟ طبعا هاي الصورة حقيقية على اليسار، هاي نقلتها من المجلة، هاي الصورة حقيقية الرسمة، هاي الخرابيش هذه هاي الرسمة الحقيقية لبرج خليفة تمام؟ أطول صناعة السحاب في العالم، وهي الرسمة هاي لما بلش، وهي ألن هذا المهندس اللي صمم البرج، كان عنده رؤية، كان عنده هدف، كان عنده حلم وتحقق. بس هل اشتغل لحاله؟ لا، فريق عمل. شخص واحد ما بيقدرش يعمل اشي، اللي بده الصلاة بتفوتوش، اللي بده اشي بفوتوش. دول في الجمهور الكريم رغم ضغوط الجو رغم ما تجمدوا واندفنوا تحت الثلج، كانوا حريصين يكونوا في المدرجات عشان يحضروا مباراة فريقهم. اللي بده إشي مش راح يفوته. كل شيء مستهدف في البداية، سواء هاتف المحمول، العقارات، الأسهم، الإنترنت، تطبيقات ذكية. من 15 سنة أنه كان عنده تطبيق ذكي ولا هاتف ذكي، من 20 سنة أنه كان عنده إيميل ولا واحد حتى أنا، من 25 سنة أنه كان عنده تليفون أصلا محمول، محدش ولا حتى أنا صح؟ أي شيء في البداية بيكون مرفوض طبيعي، إلا ما رحم ربي، هاي طبيعة البشر. عشان هيك نرجع لنظرية الأسر الفكري تمام؟ إنه إحنا خلاص برمجنا على إشي بدنا نمشي عليه. كيف تشد عن القاعدة؟ كيف تطلع عن القطيع؟ كيف تطلع تحطم المعتقدات المجتمع؟ كيف؟ مين أنت عشان تسوي؟ لا أنا بقدر أعمل، أنا وإنتو، إنتو كنا بنقدر نعمل، نقدر نكون في إشي لهم خالف للأخلاق الحقيقية، ولهم خالف للدين، وهم خالف ولا بعمل مجزرة في العالم، لا بقدر أمارسه. ليش لا؟ مارس تسويق الشبكة، بحسن حياة، بحسن حياة المجتمع تمام؟ بتعلم، ما حدش يفهمني غلط، أنا ثلاثة أولادي مهندسين، أنا نفسي ماجستير في تمام جامعي، أولادي كمان ثلاثة مهندسين ورابع الطريق والخامس مش عارف شو راح يكون تمام. فانا مع التعليم، بس مش التعليم عشان فقط مجرد اخذ قصص الكرك اكل فيها خبز. اوكي وظيفه، بتعلم وظيفه اوكي مش مشكله، بس ما فيش وظيفه في بزنس، بس ما بخسر التعليم، بتعلم عشان اتعلم مش عشان اكل خبز.
تمام؟ شكل عقليات مختلفة، في عقلية الوفرة وعقلية الندرة، هذا موجود في كتاب اللي هي العادة الثانية لستيفن كوفي، بنصحكم تقرأوه. هاي احنا مشكلتنا في الوطن العربي او بشكل عام كبشر في العقلية، بين عقلية الندرة وعقلية الوفرة. وكما تذكروا انه الناس ترمي الحجارة على شجرة مثمرة، الناس ما تنجح تلاقي الناس ترمي حجارة، صح؟ ما حدا بيرمي حجارة على شجرة ناشفة، البيت المهجور ما حدا بيطلع عليه، بس البيت العامر الكل بيطوف حوله، شجرة مثمرة الكل بيقل. عشان هيك التسويق الشبكي الناس بتحاربه، لانه يا انه مش فاهمه، يا انه حقد وحسد، يا انه بخالف قيمهم ومعتقداتهم. قد تكون صح قد تكون غلط، تمام؟ عشان هيك ليش الناس ليش تسويق الشبكي لما تعرض عليها كحل زي ما قال لسي براون؟ الجواب هو انا لا اريد، بدي العب دور الضحيه، متعت لعب دور الضحيه. عرضنا الموضوع هذا على كثير ناس، الاف الناس وعشرات الالاف الناس كل العالم، مش هون بس، بس ناس بدهاش تتعلم خلاص، برمجت تروح على الجامعة خلاص، خلاص أنا معي شهادة، تمام، بدي استنى الوظيفة، أقعد 20 سنة إن شاء الله مش مشكلة، خلاص بدي استنى الوظيفة. هي مشكلة الحكومة، لازم الحكومة تلاقي لي وظيفة. المجتمع، أهلي مش أبوه، مش أنتم بدكم أكون دكتور، هين دكتور، هين دكتور، وين الوظيفة؟ يلا وظفوني. مش أنت بدك يعني فلان أكون مهندس؟ آه صوت مهندس، يلا وين الوظيفة؟ صح؟ سهل جدا ألعب دور الضحية، أسهل دور، أرمي حالي في الأرض وأصير أعيط والعب دور الضحية، الحكومة، كورونا، الهاي، السياسة، ال 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 ال. متى أنا راح أكون مسؤول عن نفسي؟ وأخذ زمام المبادرة. تمام؟ أنا في العمر هذا طول عمري بلعب دور الضحية. أنا طول عمري بلعب دور الضحية، وحتى الآن في كثير حاجات بلعب فيها دور الضحية. اكتشفت إني غلطان. لمتى؟ شو استفدته من لعب دور الضحية؟ شوية تعاطف، شوية طيب بعدين. أنا في العمر هذا متى بدنا نلعب دور الضحيه؟ متى راح اخذ زمام المبادره؟ بالتسويق الشبكي بيع مباشره، متى راح اخذ زمام المبادره؟ حسن حياته، حسن حياه غيري. التسويق الشبكي صعب جدا، شو الاصعب؟ اقعد 20 سنه في المدارس والجامعات واخذ شهاده عليا، واقعد بعدين ادور على اشتغل في شيء ما له علاقه بكل اللي درسته، بشيء ممكن أنا أتعلم خلال شهرين ثلاثة، أتعلم كل إشي أنا درسته في المدرسة ثلاث أربع شهور أتعلمه وأنجح فيه. ليش؟ طيب أنا في التسويق الشبكي كيف ممكن أبدأ؟ بخاص بساطة، بس ببدأ كمستهلك للمنتجات أو الخدمات مع الشركة اللي أنا بختار خدمة أو منتج بستخدمه بستهلكه، تمام، وبعمل حساب مثلا في الشركة بشرب المنتج أو الخدمة باخد عليه خصوم، خصم هاي مثلا بكسب، ببدا اسوق المنتجات هاي والمبيعات. بديش اطول عليكم كثير، تمام، ببيع وبسوق المنتجات هاي كمان فبكسب، باخذ هامش ربح. رقم ثلاثة، بكون فريق عمل بنطلق للعالميه. هيك الطريقه، بستهلك اول المنتج والخدمه، ببدا اعمل بيكون عندي حفنه زملاء او عفوا حفنه زبائن، اعمل عمل صغير بعدين بنطلق للعالميه، تمام. وهي مثلا نموذج جمعية البيع المباشر موجود عندنا في الإمارات، هاي الشركات العالمية الموجودة في جمعية البيع المباشر عندنا هون في الإمارات، عندنا إدمارك، عندنا دي إكس آن، عندنا بي دبليو إل، عندنا يونيسيتي، عندي بي إم، عندي جينيس. هاي مثلا شركة بي إم الألمانية عندها منتجات خرافية، تمام، منتجات كلها للصحة العامة. هاي شركة مثلا يونيسيتي شركة أمريكية برضه عندها منتجات للصحة. دي إكس آن عندها منتجات رائعة، هاي مثلا قهوة دي إكس آن مثلا نشرب، تمام. عندي مثلا جينيس برضو عنده منتجات رائعة للصحة مثلا، هاي كمثال. عندي مثلا طبروير الستة وستك وكلنا بنستخدم، هاي منتجات طبروير، هاي شركة تسويق شبكي وبيع مباشر أدوات المنزلية طبروير، عشان ما أقول لي والله فقط للرفاهيات، لا لا شركة لا، ضروريات وأساسيات. حدا بيقدر يعيش في البيت بدون ما يكون عنده أدوات مطبخ؟ ضروريات ولا لا؟ ضروريات وأساسيات كمان. هاي شركة تسويق شبكة، تمام؟ شركة سيمبلي تكنولوجي، شركة واعدة، تمام؟ عندها خدمات إلكترونية وعندها منتجات وعندها عملة رقمية وعندها كثير منتجات رائعة، تمام؟
واهم شيء في النجاح، اهم شيء قواعد النجاح، القهوه والقهوه والمزيد من القهوه. تجاره القهوه حلال ولا حرام؟ قهوه والشاي، حكر على ستاربكس ودانكن دونتس وتيم هورتنز، حلال حلال عليهم حرام علي؟ انا كفرد بقدرش اشتري قهوه وبيعها وتاجر، ولا لازم افتح محلات ضخمه فقط الهوامير الكبار من حقهم، وانا فقط لازم فقط اكون مستهلك؟ انا كمان بقدر اتاجر في الشاي والقهوه والمنتجات الطبيعيه وانتم كمان بتقدروا تتاجروا، مش حكر على حدا، بس بدنا نعلم نتعلم كيف نتاجر، كيف نسبح. تمام، مع سماك القرش والحوامير والحيتان بدون مشاكل، بدون نعض في رزقهم. احنا عندنا رزقه وما عندهم رزقه. حاضر، بدنا نتعلم. تمام، هاي مثلا كان نموذج باعتبار احنا اليوم ضيوف مع شركه ادمارك العالميه. تمام، هاي مثلا احد الشركات التسويق الشبكي، شركه ادمارك الماليزيه العالميه. سيد ساملو مؤسس الشركه في 84، شخص حالم مخترع، تمام، محفز، مؤلف كتب. هي عنده مجموعة شركات، من شركة مثلا عندهم جمعية خيرية خاصة، عندهم عقد إقامية، عندهم مصنع، عندهم أدوات المنزلية، عندهم مجال تمويل هذا التطوير العقاري. شركته موجود في أكثر من 28 أو 30 دولة حتى حاليا. عندهم مصنع رائع، عندهم موظفين رائعين على قمة تمام البروفيشنال والاحترافية، عندهم منتجات رائعة جدا، عندهم تكريم، عندهم كثير 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 حاجات. هاي مثلا هاي مكتب الشاي، مثلا شهادات الجودة العالمية الموجودة. هاي مبنى الإدارة تاع الشركة موجود في ماليزيا. حكينا انه كل شركة تسويق شبكة عندها مبدأ إدارة وعندها بالكامل، وعندها مصنع الشركة في ماليزيا اللي احنا زرناه، وكثير من الاخوان هون موجودين معنا في المحاضرة زاروا المصنع هذا وشافوا فعلا انه مصنع صديق للبيئة، يضاء إضاءة طبيعية، ما فيش مياه عادمة، ما فيش شيء خرافي. منتجات شركة إدمارك، هاي المنتجات الخاصة بالتسويق الشبكي. في عنده منتجات خاصة تسويق تقليدي جدا بتلاقوه في الكارفور والباندا والأونلاين. تمام، أما هاي المنتجات كمشروبات ومنتجات طبيعية رائعة. تمام، هاي خاصة بالتسويق الشبكي اللي تسمح الشركة للأفراد العاديين زي وزيكم إنكم إن نتاجر في المنتجات هاي. وهي خطة الدخل. تمام، أي موظف شو بده في الوظيفة؟ الموظف بني آدم شو بده في الوظيفة؟ يا بده تكريم، يا بده راتب ياكل منه خبز، يا بده سفر، يا بده انبساط، يا بده تحفيز، يا بده قياده، يا بده اي شيء. ايش انت بدك اياه في وظيفتك، في الوظيفه بتتمناه من الوظيفه؟ بتحصله في التسويق الشبكي، وانت اللي بتقرر انت شو تاخذ، انت وجهدك. ما في واسطات، ما في والله رقم فلان مرفوش علان، لا، تعلم السيستم وتعب حالك شوي بتوصل. تمام، عمل جماعي. وهي كمان مثلا اللي بده مناصب، بدك منصب، بدك مدير، بدك مدير سفيري، مدير اول، مدير يقوتي، مدير اداره، مدير هاي، مدير عام، كل موجود حسب المسميات وحسب كل شركه. ما فيش واسطات، انت وجهدك. تمام، بدك شو؟ بدك سيارات. الاف الاشخاص حصلوا مكافات سيارات، بدها مكافات سيارات. تمام، مكافات بيت برضه بيطلع لك، مش واسطات لناس وناس. تمام، برضو المئات حصلوا مكافأة البيت مع شركة إدمارك. عندهم كمان سيستم، برنامج ناجح، يعني نظام تعليمي ناجح رائع، موقع إلكتروني، وتمام برنامج تدريبي خرافي. عندهم كمان برنامج للمحاضرات برضو رائع جدا. وهذا أنا تحكي فيه نقطة، هاي مثلا وصل أحد الفواتير. هاي مثلا مكتبنا في الأردن. تمام، في عليه رقم ضريبي، في عنوان الشركه، يعني دليل انه الشركه بتدفع اجار. تمام، دافع مسقفات، دافع مي وكهرباء للحكومه، الحكومه مستفيده، دافع ضريبه، في عندك ضريبه الدخل 16%، وفي ضريبه، هاي ضريبه مبيعات 16%، في ضريبه الدخل بس تيجي الارباح والبونصات والمكافئات في كمان 10%. فبالتالي الحكومه ماخذه حقها، فليش بدها تحاربك؟ شو احنا قلنا؟ كيف تدعم الاقتصاد؟ هي انت بتدعم الاقتصاد، مستاجر مكتب، في عندك فواتير، عندك موظفين، عندك كل شيء، انت بتشتغل نظامي قانوني. تمام، تعطي الحكومه حقها من جمرك، من شحن، من هذه، من توريد، من مسقفات، من خدمات، من مصاريف، من رسوم، كله تقليدي، شركه تقليديه زي اي شركه. تمام، ما في لف ودوران، ما في نشتغل في العمى في الظلام، تشتغل رسمي. تمام،
هاي مثلا مكافآت، بدك مكافآت، بدك تكريم موجود، شو بدك في التسويق الشبك موجود، بدك تتعلم، بدك تاخذ شهادات عليا، بدك يعني هاي انا مثلا موجود متخرجنا من 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 اكاديميه ادمارك التعليميه، وصلنا محاضرين مثلا اوعي التخرج هاي في الجامعه ما لبستهاش لبستها في ادمارك، تمام، شركه التسويق الشبكي، تمام، شهادات التخرج هاي مثلا اخوان زملائنا في كل في الجزائر في الفلبين، تمام. عندي كمان برامج تدريبيه في السوشيال ميديا، هاي مثلا برنامج بسموه تغيير 30 days transformation challenge، هاي دفعه السادسه، طبعا وصلنا احنا الدفعه السابعه، تمام. هاي كيف الواحد خلال 30 يوم يصير اسطوره وقائد ومدرب ومحفز في مثلا في الفيسبوك او اي وسيله تواصل اجتماعي، تمام. عندي تدريبات خاصه مع المنتخب، مع المنتقمين. عندنا كمان اخلاقيات وقواعد عمل، اي شركه في الدنيا لازم يكون فيها اخلاقيات وقواعد عمل، تمام، زي اي شركه زي اي وظيفه في الدنيا، مش بعطوك لستات هيك، اخلاقيات قواعد العمل، البوليس والنظام الداخلي، تسويق الشبكه كمان فيها برضه نظام داخلي، تمام. هاي مثلا ناس نموذج للقاده الناجحين، هذا من انجح القاده عندنا في شركه ادمارك واعلاهم دخلا، محمود الطوخي، بدا من 12 سنه كان خدمه سيلز مان، بياخذ راتبه ضعيف جدا يعني يا دوب يكفي ياكل بس فول وعدس، تمام. تعرف على شركه ادمارك من خلال احد الاخوان من سريلانكا، بلش يتعلم، كان لا از ولا واز، لا عربي ولا انجليزي ولا شيء، يعني لا انجليزي، تعلم شوي شوي، بلش يبيع، بلش يشتري وقت فراغه ويطلع يشتري يبيع، الناس كلها تضحك عليه، اصحابه يطلعوا ينبسطوا ويلعبوا، هذه هو كان يروح يبيع وهذه، تمام، لحد ما صار قائد، لحد ما صار ليدر، لحد ما صار من يعني من اكثر يعني السنه الثانيه بياخذ اعلى واحد دخلا في شركه ادمارك على مستوى العالم، للسنه الثانيه اعلى واحد دخلا، تمام، شخصيه ناجحه، متواضع جدا، خدوم جدا، تمام. فالقائد لازم يكون خدوم متواضع، تمام، عنده حس انساني، يساعد فريقه مش يتكبر عليهم. حتى الان لساته بسوق بسكليت، مع انه عنده ثلاث سيارات من شركه ادمارك، لساته بركب بسكليت، لساته بيخدم، لساته يعني بوصل المنتجات بنفسه، مع انه عنده فريق عمل موظفين، بس لساته شغال، تمام، بايده. وهي صفات القائد الناجح، بدك تخدم، مش فقط انا خلاص وصلت صرت مليونير، لا، مليونير بدك تخدم الناس كمان يوصل القمه معك. هي مثل الناس نموذج تسويق الشبكي، بيخدم الناس ذوي الاحتياجات الخاصه. اي شو البزنس اللي في الدنيا اللي ممكن يخلي الشخص انولد اعمى انه يشتغل وينجح؟ محمد النوبي اللي هو على الصوت وعلى اليمين شفناه احنا في اخر معسكر تدريبي، شخصيه قياديه رائعه، انولد اعمى، قصته مأساويه، برضه عملت عليه فيديو، تمام، برضه بتلاقوا الفيديو هذا موجود على اليوتيوب، تمام. فالنجاح بحب السرعه، طيب، عشان تقلع بدها شغل، بدها عمل جماعي، ما في طيار لحاله هيك بيطلع، بده موظفين، بده مراقبه، بده برج المراقبه، بده اللي هي المهندسين الصيانه، بده بنزين، بده عشان كلنا نطلع مره واحده. ما في واحد بينجح لحاله، النجاح بحب السرعه، تمام. هاي مثلا نماذج التدريبات او المعسكرات مع شركه ادمارك، هاي مثلا كانت في ماليزيا، هاي مثلا مخيم القاده، اعداد القاده، تمام. هاي عندنا برضه، هاي برضه في ماليزيا في قبل كورونا 2019. وعشان هيك عشان تحصد بدك تزرع، احصد اليوم، ابدا، اختار شركه تسويق، تواصل مع الناس اللي دعوك، اختار شركه تسويق حقيقيه، استخدم المنتجات، تدرب، تعرف على منتجات الشركات الثانية كمان، ابدأ من اليوم، شو بتستنى؟ تقدر تحصل في التسويق الشبكي على كل ما تريد إذا وفرت البزنس هذا الأكبر عدد ممكن للناس. مش شرط أنت توفره في الشركة أنت بتشتغل فيها، ممكن توفره لأي شركة ثانية، فيش تعصب. أنا مش أنا غير متعصب، أنا زلم مسوق شبكي، بدعم كل الشركات، كل الشركات خير بركة ما دام تحت إطار شركات جمعيات البيع المباشر. كل لازم يكون أسرة واحدة، صح، في منافسة وفي هاي، بس منافسة شريفة، في تنافس شريف بينه وبين الشركات الثانية، بس لازم نكون كنا إيد واحدة كصناعة تسويق شبكي حقيقي، كصناعة بيع مباشر، عشان نقدر فعلا نخدم المجتمع
تمام، ما حدا يحاربنا. عشان رحت عشان نقدر ناكل كنافه. نرجع لموضوع الكنافه اللي بدور حول صحن الكنافه. كل محاضره اليوم بدور حول صحن الكنافه عشان نقدر نساعد الناس تاكل كنافه. لازم فعلا نخدمهم خدمه حقيقيه. التسويق الشبكي فعلا بيقدر يخدم الناس، يخدم المجتمع. فخلينا نحط كلنا يد واحدة نخدم مجتمعنا. في الوظيفة، لو عندي وظيفة الحمد لله بقدر أخدم، بس لو ما عنديش وظيفة بزنس تقليدي، هذا بزنس التسويق الشبكي بيع مباشر، بقدر أوفره للناس كلها. إذا هذا أثبت قرنشو شوي. يعطيكم العافية. أراكم تبتلون. تحياتي. وفي عنده أي سؤال أي استفسار يكتبوه على الشات. تمام. يعطيكم العافية. هاي مثلا هذول شوية صورة شوية ناس محترمين. تمام. من أنجح من أكبر القادة في العالم بالتسويق، في التحفيز، بزنس. بعرف قصة حياة معظمهم. ناس في ناس كانت قمة في الفشل، قمة في التخلف، قمة في كل شيء، بس بعدين نجحوا. تمام، نجحوا حقيقة، وأغلبهم نجحوا في التسويق الشبكي. واللي ما عندوش شركة تسويق شبكي، تمام، بأيد التسويق الشبكي فعلا فرصة انه الواحد فعلا ينجح ينجز. ان شاء الله يفتح سوق الجزائر اخت سارة، ان شاء الله رب العالمين. بارك الله فيك. شكرا اخت جوج، يعطيك العافية جميلة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. تمام، وان شاء الله كون عنا أمل، دائما يكون عنا أمل، دائما يكون عنا أمل. نسعى كلنا مع بعض، نشتغل كلنا مع بعض، نقدر إن شاء الله إن ننجح وننجح الآخرين معنا. هاي خدمة مجتمعية. إحنا داخلين هسه على رمضان. رمضان مش بس ثلاجة مي ولا كوباية مي يحطها في مسجد، صح إفطار صائم مهم، بس كمان بعد ما فطر الصائم، طب يومه، طب سنته كاملة، مش لازم أخدمه ولا بس تخدم بالذكر الصائم فقط في رمضان، ذكر الفقراء فقط في رمضان، ذكر تطلع زكاة مالي فقط في رمضان، طب باقي السنة البشر هذول ما بقدر أخدمهم، ما بقدر أدل مع الخير. نقدر نقدرش نقدر ندلهم الناس على الخير. يعطيكم العافية. آسف جدا طولت عليكم كثير، إلنا ساعة ونص مع بعض. تحياتي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ويعطيكم العافية. تحياتي، وتواصلوا مع الناس اللي دعوكم للمحاضرة هذه، وإن شاء الله نقدر نشارك معكم محاضرات ثانية بإذن الله. ويعطيكم العافية. كابتن رامي، تحياتي. راح ننهي اللقاء الآن، وإن شاء الله اللقاء أجمل بإذن الله. ويعطيكم العافية، جزاكم الله خير. شكرا للجميع، شكرا لكل زملائي في شركة إدمارك، شكرا لكل زملائنا في شركة تسويق الشبكة الثانية اللي شاركونا معنا، شاركونا اليوم. تمام، بحييكم كلكم ويعطيكم العافية.